وفي ذات السياق أشار مؤلف مقالة نيويورك تايمز مايكل ييلمان، والتي تتهم أوكرانيا بمساعدة كوريا الشمالية في الحصول على تكنولوجيا عسكرية، بأنه لا يؤكد تورط السلطات الأوكرانية في القيام بهذا الأمر، وأضاف أنه أشار إلى قيام مهربين أوكرانيين أو روس بنقل محركات صواريخ لكوريا الشمالية. وفي الوقت نفسه فإن بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أشارت إلى أن روسيا صدرت آلاف العينات من الأسلحة المختلفة لكوريا الشمالية ما بين عام 1999 و2016.